بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلانتي وعنا وناكسن دا وديا كسر وهذا برامج تدبات يتجي تي في جسمان نيوز تي في حرمتي سمع قال هذا موديشو برامج واحد نفس الشيء ذي. أنا قاعد تكافع عبد الله وضل بضع برامج كده وضل نتانا وحها كم ذا قدميها أقل كسر عبد حاشا عبد الله أي شر جرايد تدبات يتجي كوكب تي مقال هذا موديشو وحها وكذا حلي شقوي كوريا الأقل كسرية دلكا حقيها جود إقرار من المذبايات تطبات يصورها في وجه سوغاري مجال هذا مقدس وحى ونقول نقاطي من حوينها الجمهورية الفدرالية الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو وحى ونقول هذا أبارها كجلا دلكا باستور محمد علي نور أميركو يا بخش وح وقت الجامعة إس أي يو وحان أرض الجامعة دارجتها ودي سؤال الحرير السياسة ضلكا أرجع جار كاي قرمة مذوب قابل سن سوماليا يجل كيتنا يا وح وكرقي بقراي معنا تسديد مارسو يلوق بتحرم حرمت حرانه إيه مقال هذا مقدشو كون المقالة كسمية حرمت من القبلات كجبل أنا يا أستاذ ما أرسلها كلق واحد كنكتين أعرف ما جي جاية قضى بضع سي قضى بكرة أيام كسوق عالم دون برامج كتتوات كي تجي حتى نود يرجعوا قضى بضع صفا فحسن دوميها أغلى كسر عبد حاشا عبد الله هي تدبات يتجي وحى وشر جرايد كوكبتي مقال هذا مقدشو وحى أنا كجها لي شو قين كوريا الأغلى كسر يا ذلك الكسومالي وحى كبا حي نين قيمة وين كفر يا أو كمدها دتك ذلك سومالي وحفر بدن كسو كوكبتي وتاريخ ديسو هذه أنا راه نو ما أنتين مشيكنو أين نكوني إن أنقصو كوبي كرنو وربحين تن كوبن إن ما أنت بحيني إنك واحد لورين جري عبد الرحمن عثمان راجي وهو هني ما أنا أنا كصاحب نهاي وأن مدة دير صوب الشقيني سيف عن سكون خانو أقويه عن سوماليات أو وداني آه أيوه لكن هذا وحوي جيردو وحوي يقفل بمالين تيس أيه قاديسا أو قفنا نقن ما يو كي باقي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قف نولانا يا وأبد جري يا مجرو وحان تعصي قدرينا تدوينا سومالية جودهان وانو قد تعصيين اينو ولكن إلهي هون حرستي عبد الرحمن عثمان راقي وكرد انتي تلك كندا مقالة تورنتو حالي فوقواي وحان تدوينا كسكو قويسكي يا أهلدي يا صاحبدي وكتغي لأن هاي سمرية إيمان إلهينا إسغا نحريستي جنو هسيو وحان إسليها تدكو وردمان أيان يعني وقف قيمة لي ودلكن وحتروين وآها وحبذنا كسوا قبتين أيها كبحي مانتا وحن ليهي إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي هون حرستو تدك الصوماليات قونهن سامير إيا إيمانا كسيو وحن قوان كرينا مانتا مجرتو ومسو إلين كرنو الليه أبو ري أيها قاتي قف ولو إنك إهينا تقريدها سوى إنسو إيسا وقال لك الله رينا إياه
wuxuu soo galay uun dadka inaga horeeya ee kulligeen geeridaas wayna sugaysaa. Naxariistii janno allaha siiyo, samar iyo iimaanna kulligeen allah inaga siiyo. todobaadkii lasoo dhaafay soo gaaray magaalada muqdisho waxaanu kulan la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo isagoona kala hadlay arrimaha ay ku jiraan abaaraha sidii u noqday qorxayaha gurub aad iyo aad yaan ugu baxsanahay. Runtii waxa uuna halkan ku yimid arrimaha ku taxallutaa abaaraha soomaaliya ku habsaday sida u tihiin xoolo badan iyo abaarahan uuna runtii waxaa la wixii taageeraa uu ka geysan karo uu ka geysto adduunkana uu sheego dhibka maantana haysta intuu la-eg yahay. Waxaan ka hadalnay arrimaha sekuuritiga, aan ka hadalnay ammaanka iyo sidii dadkaasi dhibaataysan oo tabaalaysan wax loo gaarsiin lahaa. Waxaan rajaynaynaa insha allah anagu ilaahay ka baryana in uu abaaraha nabadda ka dulqaado soo noqnoqonaya. Waana aad baan ugu faraxsanahay in uu halkan loogu yimid si uu caalamka u tuso ama uu sheego dhibka xoogga leh ee na haysta intuu leegyahay baaxaddiisa. Mr. President, ladies and gentlemen of the media, thank you very much for your presence. I decided that I would make in Baidoa the first field visit of my tenure as Secretary General of the United Nations. And the reason why I came to Mogadishu and Baidoa is very simple: to express my deep solidarity with the Somali people in this moment that it is at the same time both tragic and hopeful. And it is exactly because it is tragic and because it is hopeful that it makes sense to make a very strong appeal to the international community to fully support Somalia at the present moment. Last week in New York, I had the opportunity to appeal for massive support of the international community in order to avoid a tragic development of famine in four countries in the world: in South Sudan, in northeastern Nigeria, in Yemen, and in Somalia. There is a chance to avoid the worst. There is a chance to avoid in Somalia a situation similar like the one we had in 2011. There is an excellent cooperation between the president, the government, and the humanitarian community. Ambassador Mohamed Nur Ali America ayaa waxa uu tagay jaamacadda SIU, waxaana arday jaamacadda dhigatay ay weydiiyeen su'aalo la xiriira siyaasadda waddanka. Qofka noqonaya safiirka, usually safiirada waxaa waxay u kala baxaan labo. Waxaa mid waxa qof safiir soo ahaan jiray oo si sanad diblomaat ahaa in la magacaabo, oo kaa macnaheeda waxa waaye qof soo bartay waxaa kaga soo baxay diblomaasiyada ama international relation kaga soo baxay, ka soo shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda, soo noqday mataqaan agaasime, loo magacaabay safaarad, kasoo bilaabay stoker secretary, fellow secretary, qunsul, safiir. Waxaa waaye qof soo ahaa waaye oo
سفير سؤال جرا أما دبلاش سؤال جرا وين قف كل بعد ودمنا هذا هرم الواحد وين قف حزبي ما تقعنا ما دام اللي كده حزبي ده حزبي جاس قول إيش كم ده أما قف بين الساعة زي مريض كده كله قف ما تحبينه أما حزبي جا كان سي أيالو شرفا أو لقيت يا السفير لا بأس أيوه كله بحنا أنا أنت سؤال أنت لوكي سفارات سوماليات ورد سوائي الحمد لله أنا إيوه دبلوماسيين دي لشغلنا يا سفارات ده وسوماليا كينيا مركي اللي مجا اللي مجابي وحيابي عن حقوق السعر وحكم ده هيد إن كشغلنا سيلو سوائل لها لوكاس وأنا عن لهن طبعا مركي اللي سقاط لو يبصدي كل سقاط بقول سقاط أفرتي وحقاد وشغلي دبلوماسي كله أو مكان جوي حلقاس وأنا هين نكي إيبي أو سفير كها لكل كوسي أو دلالي قاعد على الصوماليات أو حافظ سليج جوي أي جنا أو محكمة قبتي أو لوي قبتي لكن ولي وعي ما دام الصوماليات دود أنا هين أيام تبوا بلاوني نحروق على تلا آخر سنة ديسمبر تدوبي دي لو كنا تمكي أي هين مركي عن كقول السنة أو عن متقنا محكمة دماغ كنتي قدم على كنا كتقبلوك يعني وإلى هذا كان أنا ألين هاي إلى هذا ما أتذكر. عثمان وحيد سيل لو سمعت كلام دبشيسين. وحن قضاء دبشيسين وحلي وين لقي بلا عمر كهرة وأنا أنا مثلا هاي هدا وحن ودنا قمة أو 4.5 كا إلى بابي وا. فور بوينت فايف وحن هاي واح إنا يا هاتوسيكو ميلجارا والغبي إن لو جد بو ما تقعنا لو جد بو ده كأنه وسميهم هذا حمودا إن سول إراتي إلا يوحنا دوردي إن عتقاس من حولي إن جبوتي لوسو بالوسو قاري هذا إلا هذا سأتو أنا يوم حنا هاي سومالي ما جانا هاي مسلم بان هاي كف وراك أو كل مدة ما بيكاحوك بدن كاقولح بدن سعودية سامسوا how can it be محل حف وحرام وحمد الله وقبلها الهستة أما دواتها الهستة أنا حا مثلا أنا كم تعتاس وعندها أنا قف ولكننا نرمي ذا ونص وحف أنت ده هاي سومالي أنا حا مثلا دبك على يوم بعد وعرجيني يا دول هذا دلوقتي دورتي أنا تاس لقى الله من دونه لبابين دونه لتك ويسميهن مدك عليه كوميت يا ليه وحوي وحكي بدل كو كلا وهل يتري يتري يا سو تري يا سو قال ما بيكون الله هاي نص يا كبر كو كلا قبلين مركب وحوي إن شاء الله تعالى تاسع تر إنه جوجي وعي ميت كلا سان شيء دايتو وحلو بايا هاي إن دتك لسور فريسي إن دتك أي سور فريستان لحدلو لسكو على فيو وادو وده جوزيز دي بسلا كده عدو matkana en daasan sheegana ki wax qabay kale ay soo fiisan en less afiyo aya maqta dibujisil ay maamuleeso ay wado ay hoggaamileeso Soomaali waan ahaata way ajnabi laga dhaxbaxan markaas ayaa sameen kara en arinta maxkamada iyo judiciary-ga cadaaladdu waxay maaneysa in loo madax baneyo judiciary-ga waa qayb muhiim ah oo dawladda ka mid ah لكن وحميمة وهذا كحريقة وأنا هاتا قيام مذهب بنان هدينا اللهين مذهب بناني وهم حكم كرام حكم عدالة ما دعي كرام ما كتاسنا وحميم ولو باي هاي يوسف وحيانة تقالها كده هي حريقة يأمن طبعا حريقة كده هي هدونا أمن جري تقال لما سمين كرام dibaas aad na heesto ayaa ugu horeeyso hadaa isaan sheegay waayo hore marka amniga lahayn nabad aan qabnay beereena fulin jiray beeraha ka soo baxa ayaa intaan cunno ayaa dadii loo dhoofin jiray wadamada dibadda waxa xusaa ilaa Yurub moskeena iyo matxana bambeelmada waxa la dhigay ilaa dal dhahaa waa ku ugu macal adduunka haddii laakiin lama dhoofin karo maybe xogaal dhoofiya laakiin sidoo lama dhoofin karo lama tabaa xataa sidoo lama tabaco أمن البلد أوجد هو، وكذا قالها أي أمن جا ويسوس عدن، إن وانه مهم إن أمن الله له، كذا قالت في عمله.
bandhigga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa waxa uu ka qayb galay xaflada 8 Maarso ee lagu qabtay xarunta xaranee ee magaalada Muqdisho. And I just want to say how touched I am by the award we were given. I do want to acknowledge other colleagues in the UN. Shipra Bose, where's Shipra? She's there. And all the women in the UN, all the women in the UN. Yeah. But I also want to acknowledge some of the partners, the international partners here. Not just the EU and IGAD and the African Union, but a number of member states who have put a lot of effort and money into supporting the women's movement in this country, including over the last 6 months. But ladies, this was your victory. It wasn't our victory, it was your victory. Wagushi ni, wagushi ni, wagushi ni. So, as somebody said yesterday, the Secretary General of the United Nations came as an act of solidarity with the people of Somalia, and I was lucky enough to be present for his very rich discussion with President Farmaggio. Waxaan rabaa inaan sheego in shalay ama sida loo keeno shalay uuna soo booqday xogeyaha guud ee qaramada midoobay si uu u muujiyo garab istaagiisa ummadda Soomaaliyeed ay abaaruhu galeen. Waxaan aad ugu faraxsanahay oo sharafi ah inaan shalay goobjoog u ahaa wadahadalkii uu la galay madaxweynaha federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. And there were four things they talked about in particular. The first was the drought. Waxay afar arrin ay ka wada hadleen madaxweynaha iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay. Arrinta koowaad waxay ahayd abaaraha. The second was conflict resolution and reconciliation. Tan labaad waxay ahayd sidii loo xalin lahaa khilaafaadka jira dib u heshiisiinna loo sameyn lahaa. The third was the president's determination that Somalia starts delivering basic services including security, health and education. Tan saddexaad waxay ahayd rabitaanka madaxweynaha ee ah inuu hirgeliyo waxyaabaha aasaasiga u ah bulshada Soomaaliyeed sida ammaanka iyo caafimaadka. And the need to get revenues to do that, not just from the international community, but from Somalis. Iyo sidii dhaqaale loogu heli lahaa in howlahaasi lagu tallaabsado keliya maaha dhaqaalahaasi in laga helo beesha caalamka balse ay tahay in laga helo dadka Soomaaliyeed. And they also talked about how to make the federal system stronger, both at the centre, at the state level, and also at the local level. Sidoo kale waxay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa hirgelinta federaalka labadiisa dhinac ee heer federaal oo dowladda dhexe iyo heer hoose ee goboleedyada ka jira wadanka. And my message to you today is none of these four things can be achieved without women's involvement, and none of them will be fully successful without women's leadership. And this is not just blah blah. I mean, 1 year ago, I was here for Women's Day, and had we said a year ago that 25% of the federal parliament would be female, people would have laughed. They would have said, yeah, well, keep on dreaming. Look, you did it, you did it. Hal sano ka hor waxaan joogay halkan, waxaan ka qayb galay munaasabadan, waxaan ka hadlaynay haweenka inay shan, yacni ay ku lahaadaan dowladda la soo dooranayo. Laakiin dadku waxay na dhahayeen markaas waa riyo, waana lagu qoslayeen. Laakiin maanta waxaan xaqiijinay 25% inay qayb ka yihiin ama ay ku jiraan ama la xaqiijiyey in haweenka ay soo galaan baarlamaanka si loo doortay. You know, yesterday I was in Baidoa with the Secretary General,
with Peter and other colleagues, and I met lots of young people and women and men who have just been displaced by the drought. And I asked the children, you know, when's the last time you went to school? And are you going to school in this IDP camp? And the boys said, yes, we're going to a madrasa. And the girls are not getting any education, even in this emergency environment, only the boys. Shalay waxaan aaday Baydhabo, waxaan la socday xaaladda guddiga qaranka madow, waxaan la kulmay dad ku soo barakacay abaaraha. Caruurtii ayaan weydiiyay inay iskuul aadaan, in kale wiilashi waxay ii sheegeen inay madrasa aadaan, laakiin ma arkin gabar iskuul ama madrasa aaday. magaalada Kismaayo ee xarunta maamul goboleedka Jubaland ayaa 8 Maarso sanad ku dhig waxay ka dhigteen Arfarmaajo iigeeya baarlamaanka xukuumadda hay'adaha maxalliga ah iyo shirkadahaba waxaan ku guuleysanay 25% inaan helno sidaa daraaddeed waan sii wadi doonaa dadaalkaasna iyadoo ay dowladeenna amaga aad iyo aad Jubaland madaxweyneena uu gudbistay in aan helno 25% oo uu asaga go'aan ku gaaray in uu asteeyo gabdhaha Soomaaliyeed xaq ay leeyihiin. Waxaa maanta farxadda oo la leeyahay waa farxad codki waa iga xiran waa farxad baan la leeyahay waxaan leeyahay maanta waa maalin weyn waa maalinkii hooyo oo caalamku ay ka socoto dabaaldeg waa maalinka haweenka Soomaaliyeed waa maalinka haweenka Jubaland waxaan aad iyo aad maanta ugu mahadcelinayaa wasiiradda iyada inay maanta shaqo xoog leh halkaa ay ka qabatay oo waxay hawsha hayso oo haweenka u haysay maanta waxaad wees madaxweyne iyo wasiirada iyo xildhibaanada iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada iyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka maanta markhaati waa idinaa indhihiinna waa artaan haween waxa taagan hoolkii waa buuxsamay. Dhanka kale waxaa goobta hadal ka jeediyey wakiilka u qaabilsan Jubaland UN Master Benjamin isaga oona sheegay. Today we want to celebrate the International Women's Day and I have a small message from the Secretary General. First of all, let me start by congratulating Jubaland for the very successful elections. And we were also able to elect at least 9 women representatives. Shale ayo haweenka marti qaaday hambaliyad soo idii qadimay haddana mar labaad ayuu dii soo hambaliyinayay munaasabadan caamta u fadhidaan hambaliyad soo yiri marti ay ku tagi doona. Labaad aragtida ku biirnaya waxaa la leeyahay hambaliyo 8 Maarso waa maalinta haweenka adduunka daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka toddobaadkii tagay ee TV-ga Somali News TV. Barnaamijka waxaa idin soo jeedinayaa aniga Cabdikaafi Cabdi Cabdillaah, dhinaca farsamada iyo kamerada waa Fuad Shoble Cafe, dhinaca baahintana waa Faysal Hanad. Tani intaan barnaamijkan barnaamij la mid aan ku kulmi doono waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.